هذا البرنامج برعاية مبروك ومسعود زوزو شيابين افتقيد لحوال متخصصين. شفته ما تقول ايش عليه زينة في الستين. جسمه تقول في العشرين. انت هذا وين؟ صاحبنا يا اخي ادفع سل اربد. تعال شوف. بنلحق صحتي وبناخذ سل اربد. مع عسل الأربد صحتك وقوتك ديما جدد. للجودة عنوان مضمون، وللاختيار مكان محدود. شركة الاندماج الراقي لاستيراد المواد الغذائية، الوكيل الحصري في ليبيا لمنتجات أرتستو، فاميليا، جديدة وميلا. شركة الاندماج الراقي للمواد الغذائية رائدة السوق بمنتجاتها التي لا تغيب عن البيت الليبي. شركة الرائد الوكيل الحصري والوحيد لمنتجات شلة العالمية في ليبيا تقدم لكم الاستشارات والخدمات الفنية المتنوعة عبر فريق من المختصين، تحديد أنواع وأرقام الزيوت المناسبة لكل أنواع المحركات، تحليل كفاءة الزيوت بشقيها الفوري والمعمري. وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الأرقام التالية. الرائد، دليلك الموثوق في عالم الزيوت. برا برا بتكسر حاجة بتخلصها. ما عندكمش مكينة ترد العمر التالي ونصغروا يا حاج جايز هل القطار اللي بين فيها. شيش زياد، حكاية طويلة وتبت هدريز. التتبيلة ونضافة والشوي ولف السندويتش والبطاطا. لين يوصل للزبون. مراحل طويلة كونت علاقة كبيرة وما زالت مستمرة. شيش زياد، يوم عن يوم الطعمة تزداد. Thank you.
كابتن طاهر شرفتنا، احنا اليوم سعيدين جدا بتواجدك معنا يا حميدة، ونشكرك على تلبيتك للدعوه. حتى انتم نورتونا هنا طبعا في بنغازي، ونتشرف بكم. حتى كابتن طبعا لما نتكلموا مع لاعب كيف بارز في صفوف الاكابر في الفرق وكيف بدا في المنتخب الوطني، دائما نبغوا نتذكروا له شويه في بدايتها. كيف كانت بدايتك في التدرج في فئات سنية؟ في فئات سنية طبعا نشيد الاهلي بنغازي، زي ما تعرف انت مريت من فتره الناشئين لعند ممكن فتره البراعم كلها مشيتها في نادي الاهلي بنغازي تحت مدربين الحق نشكرهم، طارق ثابت واستاذ رافع العماري واسامه زقلام ومدربين ياما مروا علينا، محمد الشارف وكريم سلامه حق لين مريت فتره الاشبال، وبعد زي ما تعرف جت فتره ومشيت فيها فتره نادي الاتحاد. طبعا الكل يعلم ان طاهر كان في نادي الاتحاد ولعب في فتره من الفئات السنيه، كيف كانت الفتره ديك وشن هو السبب اللي خلى طاهر مثلا ما يستمرش مع نادي الاتحاد؟ والله زي ما نقول لك انت تعرف كل رياضي اكيد يمر بظروف، فتره الاشبال اللي هي لعبتها في نادي الاتحاد استمرت معه من قريب حوالي ممكن تاع سنه ونص او سنه لعبت، والحق تشرفوا بي وقاموا لي القدر زي ما تعرف واجد، وحتى هم نوجه لهم تحيه ونرجع والفضل حتى هم كان يرجع لهم، لان تطورت حتى هم معاهم، وزي ما قلت لك سواء نادي الاهلي او نادي الاتحاد اكبر مؤسسات في ليبيا يعتبروا، واستمريت معهم فتره. بعد في نهايه الموسم كنت ممكن نادي الاتحاد اصر انه ياخذ الاوراق بتاعي من نادي الاهلي، وبعدها نادي الاهلي زي ما تعرف انه رفض وما ما وافقش الدعوه اللي جت من نادي الاتحاد. طبعا وصولك للفريق الاول كان عمرك صغير في السن 17 نعم ما اعتقد 17 سنه المنتخب الاول كان استاذ عادل عمروش. لا نتكلم على الاهلي بنغازي. الاهلي بنغازي حتى هو في 17 سنه 17 سنه 17. من المدرب استاذ عادل؟ استاذ ناصر الحضيري. اول موسم مع استاذ ناصر الحضيري 2018 2018 ايوه في الجوهره 2018 مع استاذ ناصر اول استدعاء المنتخب الوطني. طبعا ليبيا مرت وعانت من سنوات حرب ووقوف الدوري الليبي، اختيارك من عادل العمروش كيف كان الوضع عندك لما اختارك؟ البطوله بتاع البحر المتوسط كان بتاع مواليد 2000 اللي مشينا لعبنا فيها في اسبانيا. طبعا جاء قال لنا استاذ عادل كان مشى معنا في البطوله وقال حناخذ منكم ممكن مجموعه، تم اختياري فيها ممكن من هذيك اللي كان عمري 17 سنه، اخذنا تجربه هذيك اول تجربه ذكي في المنتخب الاول مع استاذ عادل عموش كان عمري 17 سنه. طبعا تو بنتكلموا على اقرب حاجه اللي هي المشاركه في تصفيات كاس العالم قطر 2022 اللي المنتخب الوطني في البدايه قدم مستويات كويسه، ولكن كانت في نكسه كبيره اللي هي مباراه مصر. احكي لي التفاصيل من بدايه التصفيات. والله بقول لك انت تعرف ان مشينا نحن في الاول بدايه كويسه بكل كانت، وممكن لنا فتره على المستويات هذه ما قدمناش لنا فتره، لكن زي ما تعرف ان الحق من بدايه التصفيات ان زي ما تعرف المنتخبات كلها يعني يقولوا المنتخب الليبي بناخذ منه النقاط سواء في ارضه او برا ارضه، لان كان عندنا عزيمه الحق واجده من بدايه التصفيات، وكليمنتي كان يوجهنا في كلام كان حق معنوي ويقول لنا فيه من قبل ما تبدا التصفيات، راه يقول لنا انها على اساس يسمع زي التصريحات الغابون مثلا مصر انغولا، يقولوا منتخب ليبيا حصلت المجموعه يعني نلموا منه من النقاط وبنمشوا، وزي ما تعرف بدينا الحق فاجأنا المجموعه كلها وخذينا فيها فتره خذينا فيها صداره المجموعه، لكن بعد ما حلفناش الحظ ممكن صار لنا نحن ممكن شويه الرخوه في الاخير، وهذه زي ما تعرف انت ظروف الكوره حق، لكن ان شاء الله نحن نستمر في نفس المستويات اللي قدمناها في بدايه المجموعه، وان شاء الله تقد اسم جديد للكره الليبيه ونديروا اسم ان شاء الله. طاهر بن عامر لعيب
21 سنة الولد لسه صغير لكن عنده إمكانيات تبين أن سنه كبير. طاهر بن عامر وليد الفين. طاهر بن عامر ستوبر هو المدافع طاهر بن عامر من باك يمين محترم. هو طاهر بن عامر لاعب رقم 25 من فريق الأهلي. طاهر بن عامر على الرقم 5 طاهر بن عامر. طاهر بن عامر لاعب المنتخب الليبي. لاعب طاهر بن عامر حاضرا مع فرسان المتوسط لاعب الدوري. طاهر بن عامر أمامنا بن عامر. طاهر بن عامر قلب دفاع مميز. بن عامر حتى الآن النجاعة الدفاعية عند بن عامر أكثر مدافعي الأهلي. طاهر بن عامر واحد من اللاعبين أيضا المجتهدين جدا جدا إنه يكون مشروع حاجة كويسة قوي في المستقبل. لعيب يا ولد يا طاهر لعيب يا ولد. من هذا المدافع اللي لديه مستقبل كبير وكبير هلبة بالنسبة لي الطاهر بن عامر. الطاهر بن عامر في أمام مفتوحة لعب أنيق. الطاهر بن عامر مستقبل كبير للمنتخب ومنتخبنا الوطني أكيد وللأهلاوي. Let's go.
كرة إلى مهب تعود من جديد من المنصوري تفتك وتعود بن عامر إلى زمرين يلعب كرة إلى مهب مهب انطلاقة فوق متابعة دفاع الأهلي مرة أولى ممتاز 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 ترتيكا سريعة الأشين مرور من الرمضان مشي من الرمضان تاول ولكن مميز التدخل من بن عامر يا تدخل بن عامر والوفاء لأهلي حسن لصالح فريق الأهلي تتهيأ كرة فرصة خطيرة لا هدف أول هدف أول لصالح فريق الأهلي عن طريق بن عامر بن عامر يأخذ من مكان غير منظور ويسجل الهدف الأول لصالح فريق الأهلي بعد كرة عرضية ناجحة عادل اللقمة الكرة كانت عن طريق الدورفي الذي مر بشكل طيب يلعب الكرة العرضية مرت من الجميع إلا من بن عامر هنا الركلة الثانية عن طريق المدافع الطاهر بن عامر المدافع الطاهر بن عامر أدى مباراة رائعة ولكن هنا في الركلة الطاهر بن عامر سجلت سجلت طبعا كابتن توعنا فقرة من الأسئلة واللي هي رتب تمام. وجهة نظرك أنت ما نشاركوك شفاه احنا يبوك سلخ فيفات علي سلامة ناجي دراء صلاح فكرون منصور رزق مصدق العمامي خمسة الأول مني علي سلامة علي سلام الثاني الأول قلنا علي علي الثاني منصور منصور الثالث ناجي ناجي صلاح صلاح مصدق مصدق العمامي طبعا تو في فقرة تانية واللي هي كون لاعبك المفضل لاعب واحد من كونه العقلية من تختار فيها في ليبيا يعني ايه في ليبيا والله الحق نقول لك مثلا يونس الشيباني يونس الشيباني ضربات رأسية في ليبيا في ليبيا السند الورفلي السند الورفلي البنية الجسمانية في ليبيا في ليبيا والله سواء حتى في القديم يعني ايه 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 في ليبيا مو ليبيا يونس يونس الرجل اليمنى يونس هذا يونس واليسرى حتى اليسرى يونس لا اليسرى سند سند الورفلي باه توا حتى في فقرة اختر الوظائف المناسبة للاعبين عندي مجموعة وظائف بتحط لي لا لا لاعب فيها شوية فوكة هاي تمام لو بتفتح مطعم وتحتاج لي شيف يعفي طيب طباخ يعني ضروري من الرياضيين ولا حتى لا رياض تفتح شيف ايه يعني تفتح مطعم وتبقى حق طباخ. انا ما عمرش ممكن كليت من الرياضيين من يعفي طيب هيك تحسها هيك حتى من وجهك تحسها عنده في الطيار والله شو بنقول لك ممكن شو نسمع ايمن عمير حق ايمن عمير باه كده عرفتها لو ايه بتاعتي حد مصراتها كيف لو بتمشي للسوق وبتشري حوايج من اللي عنده ذوق تقدر ترفع معك يختار لك ملابس والله بنادي لعمنا في الاهلي بغازي سعد شو نسمع سعد المسماري كان سعد المسماري لو السياره وقفت بالطاهر انت تعرف تصلح ما تعرفش ولا بنزينه واركب بنزينه واركب لو السياره وقفت بيك وتحتاج شخص يجي يصلح لك اول واحد بتصل بيه تقول تعال رياضي ايه بيقول له نشوف لي شنفه شو اسمه ابو بكر ابو عقيلة ابو بكر ابو عقيلة لو انت في عركه وتبي حد يضرب معك من النادي مرياضين سعيد النايل سعيد النايل كرم تعم شاكر ها قضي هو في الكورة ما شاء الله من غير ما نقول لك وأكيد برا حتى هو من غير ما تحكي وش نسمع واحد اسمه حسن باي لو بدير حفلة
بتجيب مغني من الرياضيين جيبه يغني. والله شو بنقول لك، معديسة معديسة عنده في الغناء عنده. طبعا تو في اخر فقره اللي هي فقره التشكيله. عام الفات كنا نكتبوا في التشكيله نختار من الرياضي يختار افضل تشكيله بوجهه نظره في تاريخ ليبيا، لكن العام هذا طورناها، درنا الضيف المذيع اختار تشكيله والضيف يختار تشكيله. طبعا انت تشكيلتي اللي بنختاره، من انت معش بتختار؟ تمام. ده حراس مرمى مراد الوحاشي، على اليسار محمد منير، على اليمين عبد العزيز بريش، سند لورفلي، علي يوسف. تمام. معتز بن عامر، خالد حسين، طارق التايب، احمد سعد، علي رحومه، في المقدمه المصلي. المصلي ايه. طارق التايب خذيت انت؟ خذيت ثلاث شيء يعني بنعطيك بها. انت ما اعطيتني شيء كمان. لا بقى مازال عندك كيف؟ هي بيفهل بملعب. خلاص انا اعطيني شنقب. شنقب مصباح شنقب. وعلى اليسار محمد ترهوني. محمد ترهوني على اليسار. وعلي سلامة ويونس الشيباني. علي سلامة الشيباني. وعلى اليمين فيصل بوشعالة. فيصل بوشعالة. المصراتي والترهوني. نادر ترهوني. نادر ترهوني والمصراتي. وقدامهم فوزي الاستاذ فوزي. استاذ فوزي اليساوي. وعلى اليسار ونيس خير. ونيس خير. وبيزان. بيزان. استاذ عز الدين بيزان. وعلى اليمين مؤيد اللعفي. لا دي من تو اني اثنين شيء لي انا. لا وين والله ما تقدر. شبيك لبيك الشباك والقائمين والعرضة بين رجليك. المهم على أدب ودبوس والتعادل. التعادل جول 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 جول. نعم يا الظاهر جاب السعد. تمشي الكرة هنا الكرة لعبة من جديد. فيونغ فيونغ فيونغ. لا 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 فيونغ. حاول الآن بن عامر يعني كره وكره.
مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم مع الكابتن الطاهر في هذه الحلقة اللي وصلنا لفقرة السهم. طبعا مشرح لك شوية لها، لما بتضرب بتجي في الأكحل سؤال صعب، في الأسود سؤال صعب، في الأحمر متوسط، في الأخضر تطلع منه، في الأبيض سهل. خلينا على فهم. هاي توكل على الله. هاي نبدأ انت لاني من ليش من انت متبيش. ايوه في الأبيض جد، في الأبيض جد. نعطوك سؤال من الأبيض، بعطيني موقف طريف صار معك في الكورة. شوف والله مش داس انا، لكن اعطيني واحد قاعد تتذكرك لما قلت لك موقف طريف تذكرت. والله في برا الملعب ولا في الملعب ولا لا في 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 الكوره في التدريب. عارف قصدي ما في برا وفي جو عادي. هي اعطيني قول لي انت. والله ايش صار، ممكن مره موقف الحق طول فتره يعني الحق كنا في مصر نلعب في زي التقسيمه معنا سعيد النايلي وليد اسمه يقولوا له حسن راقي من الوسط. صارت زي هيك لعبه كي زي ما تقول ما يندريش عليها، سعيد ضرب حسن، عرفت علي؟ معروف طبعا احنا عندنا سعيد ضرب زي ما تقول حسن، حسن قاعد سايب الكوره وقاعد يبحث فيه زي ما تقول قاعد يضحك، سايبه الكوره الفريق كله سايب الكوره قاعد وقفوا قاعد مع سعيد وحسن، عرفت؟ نحن عندنا سعيد طبعا ذكريات ديما مع معروف طبعا حزتها بعدين لا لا مشت الامور، لا لا ضحكه ولعبه مشت خلاص. طبعا هو كذا كان يسمع فيها، هو كذا حقيقه يضحك خلاص. اعطينا اي سواء حسن ولا سعيد، هنبدا واحده اخرى. ايه واحده ثانيه هنا السوداء. في السوداء طبعا كابتن، اي لاعب يلعب في الانديه الكبيره متاع الاهلي بنغازي ونصر الاهلي طرابلس الاتحاد اللي فيها قاعده جماهيريه كبيره يكون تحت ضغط كبير وصعب يتحصل على الفرصه اللي به هو، هل يشوف الطاهر انه خذ فرصته مع الاهلي بنغازي ومع المنتخب ولا مازال؟ والله شو بنقول لك، طبعا في الاهلي بنغازي خديت فرصه الحق واستمريت، لكن زي ما تعرف انت زي ما حكيت لك بدري قلت لك، لكن لما غيرت البوزيشن بتاعي المكان بتاعي صارت لي شويه مشاكل هيك من ظهير اليمين للستوبر، لكن عادي انت تعرف ظروف الكوره. مين المدرب اللي صار تلعب على اليمين؟ والله عندك ديجان كاين معنا ومدرب هذا طبعا كان يدرس هي ظهير يمين، لكن ما زي كذا زي ما تعرف كذا حكوا لنا كنت نلعب ظهير يمين، لان اول ما بديت معه كان يدري علي اني العب ستوبر فهمت مدافع، وهذا اللي صار تمام. سبحان الله ابيض واحمر واسود. سؤال متوسط، قدوتك في الملاعب الليبيه سهلا. ملاعب الليبية ايه. والله ايش بنقول لك، طبعا انا الحق استاديون الشبيني مش متفرج عليه لكن نحس قصدي مش قصدي متفرج عليه لكن مش اللي وعي له بدري فهمت، لكن زي ما نعرف قصدي متفرج على المباريات ممكن في الاتحاد في الاخير بتاعه، وهو حق يعتبر هو عندي بدات في المكان بتاعي عندي هو الافضل الحق. خلاص تمام اعطينا. اعطينا في الابيض، صديقك المفضل في ليبيا من اللاعبين؟ والله سعد المسماري. باش انت بتقول؟ قلنا كلمه اللي هو ربي يوفقه ان شاء الله. طبعا كابتن احنا الحلقه مشت في ساعه وبارك الله فيك، نشكرك اليوم على تقبلك للدعوه وسعيدين جدا اليوم تواجدك معنا. بارك الله فيك صحيت يا حميده، وحتى انتم زي ما قلت لك شرفتونا وتنسونا مره ثانيه. طبعا اتمنى لك احنا التوفيق بدورنا. مشاهدينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه، الى ان نلتقي في حلقه جديده الى حينها تقبلوا تحياتي محمد مسعود والى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية مبروك ومسعود زوز شيابين افتقيد لحوال متخصصين. شفته ما تقولش عليه زينا في الستين. جسمة تقول في العشرين. انت هذا وين؟ انت هذا وين؟ صاحبنا يا اخي ادفع سل الاربد. تعال شوف نلحق صحتي وبناخذ سل الاربد. مع عسل الأربد صحتك وقوتك ديما جدد. للجودة عنوان مضمون، وللاختيار مكان محدود. شركة الاندماج الراقي لاستيراد المواد الغذائية، الوكيل الحصري في ليبيا لمنتجات أرتستو، فاميليا، جديدة وميلا. شركة الاندماج الراقي للمواد الغذائية رائدة السوق بمنتجاتها التي لا تغيب عن البيت الليبي. شركة الاندماج الراقي للمواد الغذائية رائدة السوق بمنتجاتها التي لا تغيب عن البيت الليبي. شركة الرائد الوكيل الحصري والوحيد لمنتجات شلة العالمية في ليبيا، تقدم لكم الاستشارات والخدمات الفنية المتنوعة عبر فريق من المختصين، تحديد أنواع وأرقام الزيوت المناسبة لكل أنواع المحركات، تحليل كفاءة الزيوت بشقيها الفوري والمعمري. وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الأرقام التالية. الرائد، دليلك الموثوق في عالم الزيوت. برا 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 بتكسر حاجة بتخلصها. ما عندكمش مكينة ترد العمر التالي ونصغروا يا حاج توي زهل من القطار وليبا ما فيها. شيش زياد، حكاية طويلة وتبت هدريز. التتبيلة ونضافة والشوي ولف السندويتش والبطاطا. لين يوصل للزبون. مراحل طويلة كونت علاقة كبيرة وما زالت مستمرة. شيش زياد، يوم عن يوم الطعمة تزداد.